مسؤول عن القرير. من هذا ما صار؟ مو مسؤول القرير، هذا مسؤول القرير بجبل ابو ناف. ليش؟ احنا ما عدمتنا قوة. الاشخاص وشردوا ورا المالح. احنا عدمتنا اشخاص، الرجال دولة. رجال دولة، دولة الكاظم عدمتنا. من يقبلها؟ والله لا بدولة يهودية ايش تستقيل الدولة باكملها. كان عدمه وجانك في المكان. ليش؟ ليش تعدمون هالاعدامات؟ ما يرضى بيها. والله كنا زيه وكل شريف ما يقبل على هذا العمل. ولعنة الله من قابل بهذا العمل الشنيع. بهذا اللي بنقتل احنا؟ نشرد ببلدنا؟ وبوين الشيل؟ هجرونا؟ انطوه ورقه قالوا له عم لا تقبل اطفال هنا لك ثلاث ايام. هسه هاي القوات الامنيه من باقي المكان. اعطيني مجال. صار من ثلاث ايام هم رابطين بيته. ما يقدرون يرابطون بيته ثلاث ايام ويطلع بجبل الظهر بجبل يفطر بجبل هو. ليش ما اخذتوا ستره العقيل؟ عايش على راتب العاطلين. على راتب العاطلين رحيم كاظم عياده حمد الغرير يدقوه بالحاسبه ينشرون عليه من سكان اللطيفيه. ايش فيها اللطيفيه؟ رجال سكن ولادته هنا بجبل يدرون هاي كلها يدرون. صار لنا 70 سنه بالخمسينات من دور كاظم عياده جدي. صار لنا 70 سنه ما يوم بين عايشين 70 سنه هنا. يا عرب هاي طلعت في 57 هاي القاع يدرون وسالوا هاي الناس كلها. احنا اقدم من الناس هنا بجبله. دور كاظم عياده جدي هنا بالايام الخمسينات هو هنا موجود تكتبون عليه وشون سمعته وتكتبون عليه. ليش؟ احنا ما شدنا الدوله نقيب عدمه. نقيب ثلاث نجمات يعدم له عائله باكمله يعدمها. ليش قطعوها؟ خلونا بس عجوز بالدار وكانت مالتي ام العجوز جد تبايته بس تخلونا عجوز. ليش انتم ذنبنا؟ الله يعينكم. انتم ذنبنا. لا الله يعينكم. الله يعينكم. وين القرير؟ ما سنتي القرير يا القرير. جدتنا بس تسلم ولد فينا ولا تروح الجريمه. تروح ما نستلمها جثث، نخليها بالمستشفيات. الجثث البحر طبينا عليها كالطفلين حاطينهم بكيس. شلون تطير الذابحه حاطه بكيس ودمه جوا؟ ليش؟ الله يساعدكم. ليش؟ لو كان بيت سعودي بيت ايراني بيت يهودي والله ما تطبون عليها. ايش تخدم على الاحداث هاي؟ والله لو كان بيت يهودي والله ما تطبون عليها. من يقبل هاي الجريمه؟ أنا بالنسبة لي ما أخاف. أنا بالنسبة لي ما أخاف بعد 20 نفر حلال. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا برنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي تطرح في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من ذني أرقام الاثنين اللي تشوفوه أسفل الشاشة. فعندكم ذني الرقمين تقدرون تدقون علينا من زاخو إلى الفاو بأي لحظة من لحظات البرنامج. أما ما يسكن دول المهجر أو الأشقاء العرب في الدول الأخرى ودول الخارج يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني أرقام الاثنين. فإضافة إلى ذني الأرقام الاثنين عندنا رقمين للداخل، ذني الأربع أرقام للاتصال فقط، يعني ذن اللي تقدرون تدقون عليها حتى نسمع صوتكم وتحجون ويانا يعني. أما هذا الرقم اللي تشوفوه أمامكم هذا مخصص لرسائل الواتساب مكتوبة هنا فقط للمشاركة عبر الرسائل. في حال ما قدرت تحصلنا على أرقامنا الأربعة الثانية ما حصل لنا الشرف أنه نسمع صوتك في برنامجنا تطي رأيك بالموضوع تقدر تدزلنا رسالة على هالرقم اللي تشوفه أمامك. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. موضوعي هو مو مجزرة جبلة. الفيديو لأحد أقرباء المغدور رحيم الغريري مو موضوعي هذا، فقط أردنا نطلع لكم اللي دا يصير وياهم والتطورات أول بأول. لكن موضوعي واللي أريد أحكي عليه اللي هو مثلا ما يحصل في محافظة البصرة. في محافظة البصرة اليوم أكو مشكلتين، والمشكلتين ده تحصد برواح الناس، والمشكلتين ده تحصد بالأموال العراقية، والمشكلتين ده تأذي الناس، والمشكلتين ده تخسر الناس هواية فلوس، وده تخسر الناس بيوتهم، وده تخسر الناس سياراتهم، وده تخسر هواية أمور. المشكلة الأولى اللي هي الألغام، لأنه حسب مرصد الألغام الأرضية Land Mean Monitor أن العراق يعد من أكثر الدول في العالم تلوثا من حيث المساحة المنطقة الملغومة، فضلا عن التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى. تحديدا المنطقة اللي أكثر تلوثا بهاي الأشياء هي البصرة، واليوم أكو هواية من الحالات بالبصرة الانفجار ذخائر أو عتاد غير منفجر أو قنابل غير منفجرة موجودة في مركز المدينة أو خارج المدينة تؤدي بإسقاط أرواح الناس.
النقطة الثانية وعدنا فيديو فيديو عليها يطلع لكم إن شاء الله. النقطة الثانية اللي هي الخدمات. اليوم أكو مطر مثلاً لأن الدنيا شتاء. قبل كان المي يصير هالقد يعبر شوية رصيف ينزل على بيوت، لا اليوم المي تقريباً للركاب، يعني فعلياً صاير نهر جديد مثلاً بقضاء الزبير، صاير يعني البصرة أو قضاء الزبير متحول إلى فينيسيا العراق وليس محافظة البصرة. فذن القضيتين اللي نريد نحكي بيها اللي هو انتشار الألغام وعدم مكافحة الحكومة في العراق لهذه الألغام المنتشرة، اللي أكو هواية جهال وأكو هواية نساء وأكو هواية رجال ما يعرفون هاي شنو، وممكن جاهل يلعب بيها أو ممكن امرأة تدوس عليها بدون ما هي ما تدري، أو ممكن رجل يدوس عليها لأنه ما يدري أنه هذا لغم تؤدي إلى انفجار ومن ثم إلى أسقاط أرواح ناس ويموتون. قضية المي اللي هي خراب من أولها الأساسها، لأنه المفروض أكو شبكة تصرف صحي وأكو مجاري بالعراق، هاي المجاري اللي هي اللي تصرف مي المطر بحيث أنه من تمطر الدنيا ما تفيض، لكن اليوم اللي دي يصير بالعراق في أي منطقة من مناطق العراق بس تمطر الدنيا بأقل منسوب من المياه تفيض الدنيا. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أستاذ باسل. أخوي عليكم السلام والرحمة لكم. والله يا أستاذي منين نبدي بهالحكومة هاي، منين نبدي وياهم؟ ما دوخونا خلونا بدوامة. يعني بالله عليك مي صالح للشرب المنطقة، منطقة البصرة يعني تصعب عليهم 18 سنة، زين هم العد يوم يتطورون على الكراسي والمناصب، والسيد مقتدى راح أطلع جماعتي، شنو المنجزات اللي سووها؟ يا سيد مقتدى، جماعتك صاروا 18 سنة تجيبهم تقعدهم على الكراسي وتقول المجرب لا يجرب، زين مو انت جاي تجيبهم وتخليهم؟ يلا هسه مناطقنا الجنوبية هاي اللي تعاني من شحة المياه والألغام والتلوث السرطاني، ما كافي عاد يا سيد، يا كافي، مو كافي عاد، مو شغلة وصلت حدها. يجيبونا ناس شرفاء عمي، يجيبونا ناس شرفاء يخافون على الوطن هذا، متكاونين على الكراسي وكل شيء ما قدموا. يلا استمعت 18 سنة، يلا كل واحد خلي يطلع لي تقرير ماله، شنو المنجزات ماله اللي سواه بمحافظته؟ هم جاي يجيكم من غير محافظات؟ أسعد العيداني عم انت ما تتحرك انت يا أسعد العيداني، وهاي محافظتك وأهلك وعرضك، يعني يرضاها بالمستشفى من وراء تلوث المياه؟ ما كافي عاد عمي، وارجع واقول لك يا مقتدى كافي عاد، كافي. اذا عندك ولاء الهلوه هذه شيل هذول كلهم الحراميه عمي، ما نريدهم عمي، هذول دمروا قتلوا بعد ما اشتغلوها علينا. هاي مناطقنا الجنوبية اللي كان ينضرب بها المثل بأهوارها وبشطها، هسه صارت أربع مكانات والله يقبلها. ما كافي يا حكومة، كافي عاد، ترى الصبر نفد، صبر العراق نفد، لا عبالكم ساكة العراق، والله الشعب ما يسكت، ما الصابر إيه، راح نصبر عليكم، نصبر نشوف تاليكم وين. شنو بعد الافلام اللي ما شوفتوناها؟ شوفوناها هاي السنين قدامكم، والله ينتقم من كل ظالم ان شاء الله، الله ينتقم منهم مثل ما وصلونا لهيش مراحل. وانا طولت عليك اخوي السادة. شكرا شكرا لك ابو عراق. ابو عمر من الرمادي حياك الله. حيا نباك، السلام عليكم. حيا الله نباك اخوي، عليكم السلام والرحمه والاكرام. والله استنكر هذا العمل الإجرامي اللي بدأت فيه هاي الميليشيات القدرة، نعم، اللي طاحت بيك ناس نعم نعم أبو عمر. يبدو أنه الاتصال ويا أبو عمر انقطع.
أو مدى يسمعني. شكرا جزيلا لك أبو عمر. محمد من أمريكا، حياك الله يا محمد. محمد أبو جاسم تسمعني؟ محمد يبدو أنه الأخ محمد مشغول وما دي يسمعني أيضا هو. شكرا جزيلا لك وأتمنى ترجع لنا يا محمد من أمريكا. أرجع يعني إلى موضوعنا، مديرية قسم التخطيط والمعلومات بدائرة شؤون الألغام أنه حجم التلوث الكلي بالعراق 6000 كيلومتر مربع. هو الكيلومتر ألف متر، احنا عندنا 6000 كيلومتر، يعني 6 مليون متر مربع بالعراق مزروعة ألغام ومخلفات حربية وقذائف ويعني قنابل غير منفلقة من الحروب. يقول لحد الآن لم ينظف إلا ما يقدر بنحو 50% فقط، وأنه التلوث بالعراق ليس ناتج عن الألغام فقط، أنه التلوث يتم تصنيفه وفقا إلى حقول ألغام، ذخائر عنقودية، عبوات ناسفة، أراضي المواجهات العسكرية اللي انتركت بها مخلفات حربية. هاي الأمور كلها بها مخلفات حربية، هاي المخلفات الحربية اليوم انفجارها يؤدي إلى مقتل ناس. ليش اليوم العراق بميزانية بملايين الدولارات والمليارات لكن مدى يصرف مليار مليارين دولار على هذا الشأن، بحيث أنه العراق يتخلص من هاي الألغام اللي مزروعة بستة آلاف كيلومتر مربع؟ محمد من أمريكا رجع لنا، حياك الله محمد. محمد تسمعني؟ يبدو أن الأخ محمد مدى يسمعني نهائيا اليوم. أكو مشكلة يم، أتمنى أنه تنحل ويرجع لنا ونسمع رأيه. وزارة البيئة تقول البصرة اللي كان اسمها أم العراق وخزانة العرب وعين الدنيا والبصرة العظمى والبصرة الزاهرة وثغر العراق والباسم والفيحاء وقبة العلم، يعني هاي الأسماء ومن ضمنها عروس الخليج العربي، هاي الأسماء اللي تسميت بها البصرة على 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 مر العصور والسنين. أما اليوم البصرة هي أكثر المدن في العالم تلوثا بالألغام. البصرة اليوم من تمطر الدنيا تغرق. البصرة اليوم مثل ما شفت الفيديوهات اللي طلعت قبل شوية على الشاشة، العالم ما تقدر تمشي ويتشلبه بالحياطين وحافات الأرصفة حتى يقدر يمشي لأنه طين. محمد من أمريكا رجع لنا، حياك الله يا محمد. أبو جاسم محمد تسمعني؟ يبدو أن الأخ محمد مدى يسمعني نهائيا. شكرا لك أخ محمد وشكرا لتفاعلك مع القناة، ويعني عودتك إلى القناة أو البرنامج 3 مرات متتالية حتى نسمع صوتك ورأيك بالموضوع، أشكرك جزيل الشكر. قائم مقام قضاء الزبير بمحافظة البصرة عباس السعيدي يقول أنه عمليات إزالة الألغام والمخلفات الحربية في المحافظة تعتمد على جهود منظمات دولية وسط غياب شبه تام للجهود الحكومية. هذا قائم مقام دا يحكي أنه أكو منظمات دولية هي دا تجي للعراق دا تشيل المخلفات الحربية، أما الجانب الحكومي ما له علاقة بهذا الموضوع، نعطيها إذن الطرشة، مغمض عيونه، مداير بال، حاط الملف في الجرار، ما مهتم أو مطنش، سموها اللي تردون تسموها. وأكد أن البصرة تضم مقذوفات حربية وعنقودية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي وتشكل خطرا بالغا على حياة المدنيين، مشددا على ضرورة أن تبدأ الجهات المعنية خطة حقيقية لإزالة التلوث من المحافظة. شوفوا البصرة أكثر مدن العالم بها تلوث من المواد الكيميائية اللي انضربت على العراق في حرب عام 2003، ومن ضمنها أكثر بلد أو أكثر مدينة بالعالم معرضة للسرطانات نتيجة وجود الإشعاعات ووجود المخلفات الكيميائية في جوها. البصرة هي أكثر مدينة بالعالم تلوثا بالمخلفات الحربية. البصرة هي أكثر مدن العالم اللي بها تلوث مائي.
البصرة بها طحالب سامة بشط العرب تأثر على الحياة داخل الشط وأيضا تأثر على حياة الناس خارج الشط. البصرة هي أكثر مدن العالم اللي بيها نفايات ترمى على يعني شط العرب. البصرة هي بها هواية تلوث. البصرة هوها ملوث، قاعها ملوثة، والمي مالتها ملوث. القضية اللي احنا نريد نحكي بيها، عندنا ميزانيات بملايين ومليارات، وعندنا فلوس دا تنباق ودا تنهب، وعندنا من المفترض انه اكو ناس تعرف تشتغل، ومن المفترض العراق بعقول، ومن المفترض العراق بعلماء، ومن المفترض العراق عنده الإمكانية أنه يتخلص من كل هاي الملوثات اللي تحيط في محافظة البصرة مثلا. لكن الجانب الحكومي لا دا يشغل العقول الأساتذة الجامعيين أو العلماء، أو دا يستفيد منهم أو دا يستفيد من خبرتهم، لا دا يهتم بالتقارير اللي دا تنشرها المنظمات الحقوقية ووزارة البيئة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية، لا دا يهتم بالاستغاثة أو نداءات الاستغاثة اللي دا يطلقوها الناس نتيجة الملوثات اللي دا يعيشون بيها، إن كان بالمي، إن كان بالكهرباء، إن كان بالشط، إن كان بالأرصفة، إن كان بالهواء، إن كان بالتراب، إن كان بكل شيء. واليوم عندهم شيء ثاني هو قاتل خفي، لأنه ما أتوقع أكو جاهل بالعالم يعرف شنو يعني لغم، ما أتوقع أكو جاهل بالعالم يعرف أنه أكو طرق لزرع الألغام، وما أتوقع أنه أكو جاهل بالعالم أو امرأة بالعالم إلا من درس هذا الاختصاص مثلاً، وهم قليلين جداً بالعالم، يفتهم أنه أكو ألغام دروع وأكو ألغام أفراد، وأكو طرق كاستلر وأكو طرق بانزر لزراعة الألغام بالعالم. ما أتوقع أكو واحد يفهم هاي القضية. فلما يجي جاهل ويشوف مقذوف أو لغم مشمور بالأرض، ما أتوقع أنه راح يهتم أنه هذا شنو وراح يشيله بإيده ومن يشيله. هاي كارثة. بالمقابل أكو تطنيش حكومي لهذا الموضوع. السؤال، مليارات العراق وين دا تروح؟ وليش أكو إهمال حكومي لهالملف بالذات؟ صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفندي. عليك السلام والرحمة والإكرام. يعني احنا نريد نتكلم على الفيضان اللي صار بالبصرة، وتعرف المخلفات الحكومات المحلية المتعاقبة على إدارة البصرة، يعني وقفت يعني عاجزة على بناء شبكة لصرف المياه الأمطار أو استغلالها بصورة صحيحة أو تخزينها في أماكن، يعني وقفت كل الحكومات. هاي مصاريف المحافظات مليارات الدولارات من 2003 ولحد الآن. شنو سوى المحافظين بالبصرة؟ والبصرة نعرفها هي أكثر المحافظات تضررت بكل فترات العراق، سواء بالثمانينات أو بالتسعينات، يعني كانت يعني محايدة للجارة السوء إيران بالحرب، فتضررت أكثر شيء. ولكن هي بيها منتوج من النفط اللي معتمد عليه الحكومة المركزية، وتشوف الخدمات، نقص بالخدمات. وين اللي مكلون؟ أهالي البصرة عن هاي الحالة اللي شفناها، فيضانات اللي الآن يعني هيك مطرة خفيفة، وشوف الناس شلون غرقت بيوتها وشوارعها وفاض المياه. يعني إذن الحكومات كلها فاشلة، ونفس الواجهة هاي الموجودة حكمة البصرة نفسهم فازم بالانتخابات المزورة اللي مضت قبل شهرين، فلا بنا بنية تحتية للصرف الصحي، ولا استفادوا من هاي الأمطار المياه ولا أي شيء. يعني ناس جايين يسرقون، وكأنه مبلغيهم أسيادهم وتاج راسهم الإيرانيين الفرس العجم، مبلغيهم أن لا تبنون أي شيء، وهذا واقع حال. ما يقدر يبنون أي شيء، ولا يقدر يعمرون أي شيء، ولا يقدر حتى يفتحون المصانع القديمة ويديموها. جايين لتخريب البنية التحتية الموجودة بالعراق، وعطلهم كل شيء، عطلهم الزراعة والتعليم والخدمات والطرق والجسور، كلها واقفة، ما تقدمهم بيها إلى مرحلة متقدمة مثل الموجودة في دول الجوار، ولا إحنا ما نطمح مثل أوروبا وغيرها، لأن دول اللي يحكمونه وشكلهم مو مال إن يسوون بنية تحتية حقيقية مثل أوروبا وغيرها. لكن هسا الأهالي شنو ذنبهم؟
واحنا مقبلين على فصل شتاء ما نعرف شنو يعني اللي راح يصير الامطار يعني، يعني بغداد والمحافظات والبصره وكل المحافظات راح تتضرر من المياه، ولان الحكومه ما عندها اداره حقيقيه لا المركزيه ولا محافظه البصره ولا اي محافظه جاي يفكرون للمستقبل. ملء السدود، واحنا نعرف كل السدود بها نقص من المياه، سد حديثه، سد دوكان، والرزازه والحبانيه والثرثار كلها بها نقص من منسوب المياه، ليش ما تستفادون من هاي الامطار اللي هي خير من رب العالمين، والبشر الموجود جاي يحكم اداره الحكم ما جاي يستغل هذا الموضوع، كل الدول تستفاد من هاي الامطار الا العراق، لان ناس يجمي مع الاسف عليهم يعني من العتيق الى رئاسه الوزراء، من الغوغاء الى محافظ او رجل برلماني او سياسي يحكون بالسياسه وهم كل شيء ما يفهقون هاي المواضيع اللي المفروض الامطار خير على الامه الاسلاميه وخير على العرب وخير على الاهالي يستفادون من عندها. احنا اصبحت الامطار نقمه بظل حزب الدعوه والاحزاب اللي تدعي الاسلام وتقول مجلس الاعلى الاسلامي وبدر الاسلامي وجماعه المقاومه وجماعه ما ادري شنو، وامطار دمرت الشوارع ودمرت البنى التحتية وغرقت البيوت وفاضت للناس بالمياه، وشفنا حتى في أربيل الأزمة نفسها مثل ما ذاك اليوم حتى الضحايا راحوا بيها، ما تختلف شمال العراق عن جنوبه عن غربه عن الوسط كلها من جراء الفساد اللي الحكومي، ماكو حد يحاسبهم، لا قضاء لا قانون، ما حد يحاسب، جرائم نطيهم فالحين بالطائفية والجرائم المتكررة مثل حادثة الجبلة المؤسفة اللي إرهاب الحكومي هو اللي سواها، الحكومة هم إرهاب والدليل هاي حادثة الجبلة. الآن الناس راح تغرق، لا أكو وزير براسه فد علم ويستفاد من هذا الموضوع، كلهم ناس فاشلين وجربناهم، والأسف مع الأسف أريد الشارع العراقي بينما هسه يمكن 50% 60% قاطعين الأمل من هاي الطبقة السياسية، أريد نصل إلى مرحلة متقدمة أن العراقيين يوصلون المرحلة أن ذولي ما بهم فائدة لخدمة البلد، ذولي ناس جايين لا يا أما ولا الإيران تاج راسهم يا أما ولا الأمريكا المحتلة، فوقعنا إحنا كعراقيين سنة وشيعة وأكراد بين مطرقة أمريكا ومطرقة إيران، وهم الإرهاب من عندهم، داعش من عندهم، والميليشيات الولائية من عندهم. نعم. شكرا لك أخ صباح. وزارة البيئة قلت لكم كشفت أن البصرة هي أكثر مدن العالم تلوثا بالألغام، لكن مو بس الألغام هي اللي تلوث البصرة. عندنا فيديو قصير، هذا الفيديو لحال البصرة اليوم مو بس من الألغام بس من تمطر الدنيا. فعندنا فاصل قصير ونرجع لكم، تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي، في قضاء الزبير في منطقة حي الشهداء في الدرهمية، شوف الماي باوع رخيصي مقابل الدائرة، باوع الماي وين نازل فيه، باوع انتبه أستاذ عباس، هاي مقام الزبير شنو شغله، هاي بلدية الزبير، هاي البلدية بالدرهمية، باوع الماي وين واصل لي، باوع ما بين راح نغرق الوادي وراح تغرق، شنو ذنب الناس هاي لسه سياره طايحه بالقصه، شنو شغلكم، شو وقت تطلعون، شو وقت تنتبهون للعالم، عمي اهل الزبير انطوا مقطع مشاركه، قال يوصل محافظ البصره سيد مقتدي، انتبهوا لهاي الناس، انتبهوا للطرقعه السوداء، الشهداء قصه للها ما الله وكيلكم، الله ينتقم منكم ان شاء الله. استاذ عباس شنو شغلك انت، مدير بلد الزبير بس تاخذ فلوس بس تاخذ رواتب، انتبه هاي الناس، انتبه وسيد مقتدى عمي سوينا شاره قائد الاصلاح، احنا ما نريد بس حكي سيد، رحمة الوديك سوينا شاره متنا بالعباس متنا، انتبهوا للعالم هاي الفقره، اسعف حظك وبختك، كل واحد مسؤول وما ينتبه لهاي العالم الفقره. السلام عليكم. هذا هو حال البصره اليوم لما تمطر الدنيا، طبعا هي مو بس البصره تعاني من هذا الحال، اللي عاني من هذا الحال هي كل مدن العراق، لما تمطر الدنيا طين، العالم رجليها يعني تغرز بالطيانة وبالخيسة مثل ما احنا نسميها عذرا من الكلمة، وأيضا المي يفوت على المواطنين، بس يعني اليوم من واقف الأخ اللي يصور من قضاء الزبير، يعني المي واصل لركبة، يعني المي مسافة، فيعني انتوا عوفوا انه الشارع
لوين واصل المي بالبيوت وبالمحلات بحيث واصل هالعلو. ابو احمد من الانبار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخويا. الله يبارك فيك يا مدام. اخوي العزيز موضوع حلقتكم يعني موضوع عن الفيضانات البصره هو صحيح؟ نعم. يعني نعم تبارك اخوي العزيز. والله يا اخي العزيز هي الله سبحانه وتعالى هو قدر الله سبحانه وتعالى. الامطار نزول الامطار هو خير من الله سبحانه وتعالى. نعم. لانه البلد محتاج الى الامطار ومحتاج الى السيول ومحتاج، لكن ما محتاجتها المدن. المدن اللي اصلا هي مجاري الطرق الصحي اكرمكم الله يعني هي اصلا تعبانه وخربانه وماكو يعني اشراف او اداره او محافظه اللي هي يعني شلون تقول تنشئ مجاري الطرق الصحي او تاسيسها او تحديثها او تصليحها. فبالنسبه للمدن يعني هي البصره ارض مسطحه، مو تقول ارض جبليه او وديان. فمن المستحيل انه هيك يعني مناطق ياثر عليها الامطار او السيول وتقرا، بالذات المدينه نقول حتى لو كانت يعني شوارع زقه او افرع، لكن السبب الرئيسي وهو الصرف الصحي اللي موجود داخل المدينه. هو يعني بسبب شنو؟ اهمال من المحافظه او الاهمال من البلديه او الاهمال من كل المسؤولين. ف يعني مع الاسف ماكو تطوير او اعمار صحيح، وتدري كل من يجي ياخذ مقاوله فتح الشارع فتحوا المجاري حفروا كل المنطقه كلها عافوها الى مده فتره من فتره من الزمن، اجى مقاول ثاني بدا هم حفر اخذ له صفحه اخذ له رصيف ما ادري شنو عافوا كذلك. فهي مستمره يعني اخي العزيز، مشكله البلد مشكله يعني عويصه، يعني خاصه احنا في الانبارات حاليا بالرمادي. لا تشوف وتتصور انه اكو تعمير واكو شوارع واكو تسجير وهاي الامور، لكن والله ادخل المدينه يعني بالازقه حي الجمعيه السيله القطانه، والله يعني الله يكرمك ويكرم السامع، يعني خيسه واصله للركب. يعني اذا مطرت الدنيا اذا مطرت والله يصير خراب. لا تشوف الشوارع الظاهره يعني المناطق الخارجيه اللي موجوده مثلا الشوارع الحوليه او العامه مشجره واوراد ومدري شنو، هذا شيء وهمي يعني مجرد عن العين. والله العظيم يعني اكو مناطق يرثى لها يعني لحد الان لم تبدا يعني منطقه التامين عندك، اكو مناطق بالخمسة كيلو بالسبعة كيلو الناس تشكي، مناطق الصوفيه الجارية اكو منطقة بالخالدية كلها عروفة، كل المناطق عروفة، والمناطق الغربية بها ناس تشكيل فلوجة عندك. يعني مشكلة الصرف الصحي والعراق كله يعاني. بغداد عندك بغداد امس افصل هي العاصمة، لكن لازم تكون مثال للمحافظات ومثال للعراق. ابو احمد انت ذكرت تقول مثلا الفلوجة تعاني، لكن اكو مرشحين بالانتخابات الاخيرة اللي كلها تزوير واللي ما شاركوا بها الشعب العراقي، كانت دعايتهم الانتخابية مثلا اعمار كالانبار. والله يا اخي وين هم اللي قبلهم ايش سووا حتى هم يسوون دعاية؟ طبعا هاي شبعنا منها من 2005 نقول او 2006 لحد هذا اليوم. شنو اللي شفناه؟ شنو اللي شفناه من الاعمار؟ خليني اقول لك يعني ابسط مثال، اللي عمر الشوارع اللي موجودة بمحافظة الانبار هو الرئيسي يعني الشوارع الحوليه كان قاسم الخط السريع مثلا يعني. نعم. ايه. اللي سواها بدايتها الخط السريع هذا نعرفه يعني بزمن صدام حسين الله يرحمه، يعني الخط السريع وشركات اجنبيه والشارع الدولي ممتاز. حاليا تعال شوف منطقه البين بين منطقه 35 كيلو بين حديثه والمحمدي او العفو حديثه وخالص في المنطقه الاخرى، المهم يوميا او البغدادي أو مثلا البغدادي بالضبط. نعم. يعني حوادث يرثى له، حوادث عوائل تروح عوائل، طبعا بالاعلام ماكو، لكن التواصل مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي جاي تفس هاي الامور. يعني انت خلف حسبالك مع قناه الانبار وغيرها تفس هاي الامور، شوارع منتهيه، شوارع محفره دايسه، ما يعني ما يخالف دول اجنبيه سوت هاي الشوارع وكملتها، غير تكون لها يعني اعاده
او متابعه او تحسين او يعني ما ممكن تبقى بهذه السنين كلها تبقى الشوارع. يعني هذه ابسط مثال اقول لك شوارع الانبار اللي قاسم الفهداوي مو مدحن له مو مدحن لكن يعني اذكر الى شيء هو اللي يعني فكرته هو مهندس هو هالشوارع الحوليه العامه هو اللي اسسها هو اللي كملها ورتبها. الجماعه اللي اجوا زرعوا لي تهيل زرعوا لي شجرات نافوره يعني عيب حتى واحد يعني والله نافوره يعني العالم وين وصل العالم وين جاي يشتغل العالم وين. احنا بعدنا لحد الان نشتغل على السبه يعني عندك سده الجزيره سده الرماد الجزيره تدري ايش صار لها قبل الاحداث من 2014 هم وبدوا بيها ولحد يومك هذا لحد والله العظيم لحد يومك هذا بعدهم كثير سدة الرمادي العفو سدة الجزيرة اللي تبدي من جسر الجزيرة لحد المعساف أو لحد البنيرة تمام لحد الآن ما كملت يعني منطقة البذياب ما كملوها. إذا احنا لا نقول والله مثلا بلدي أحسن بلدي لا كل نفس الشيء الكل نفس الشيء فبلد بلد فاشل أخي العزيز من حسب الكلام بلد فاشل. وإذا ما تنقلع هاي الوجوه القبيحة وحشاكم وهاي الأحزاب اللي الله ينتقم منهم من ارتاح يعني ماكو ما سووا شيء للبلد وهذا البلد إلى الهلاك. أنا أقول لك يا هاي الأحزاب راكدة على قلوبنا وضالة وراح يتقاسمون وينتهي كل شيء. هاي أبسط مثال المجزرة اللي صارت في الجبلة أكو واحد من الأحزاب السنية تكلم الله أسأل الله أنه يقطع عنهم النطق يخرسهم ملتهين على الكراسي من مهتمين أي واحد شكرا لك ابو احمد بس اعتذر منك وعندي متصلين اخرين. ام محمد من كربلاء حياك الله يا ام محمد. اهلا وسهلا يا هلا بك يا عبد قناه. انا هاي قناه الخاصه نتشرف بيك. انا قاعده بخرابه انا بكربلاء قاعده بخرابه معاناه وحيده فريده. راحوا اهلي جردونا ما خلونا لا ولا ابو لا رجال لا اخ عايشة وحدي ولا معاناتي يعني ما حد يساعد ما حد ينطي. عندي أولاد اثنين راحوا بجريمة قتل وثبتتهم عالي بالحكومة بأن هذول جريمة جرائم منظمة. حسام ومحمد ولد اثنين طابق راحوا غرضوهم بالشط وبقوا بالماء يومين يلا من بعدين طلعوهم وكل حقوق ما لهم. قدمت عليهم على مؤسسة الشهداء اعطوني قرار رفض اعطوني قرار رفض وشمالي أخذوا من عندي 10,000 والقرار عندي القرار صار له 10 سنين هسه عد جديد اعطوني قرار الثاني يقول جرائم البعث جرائم حزب البعث وكل حقوق ماكو. وعندي أخويا محمد باقر إسماعيل ناقد أدب بداية الكلية كان أول كلية هم كتلوا ضربوه طلقتين الشرطي حاكم مرزوق وأعوانه ولد سيد كاظم هم سوى التقرير وقابلت الوزير وهم كل شيء ما إلي هم اسمه حقوقه مجندة ما ينطل. هسه مطلعيني بأن أنا عندي أخو ومو أخويا هذا محمد أخويا حامد قبور جماعية هم كل حقوق ماكو. هسه على 2022 انطاني حق من اخويا يرجون يعطوني راتب. انا راتب اخويا ما هالقد اريده اريد ولدي اولادي الاثنين عسكريين من راحه ودفاتر الخدمه بجيوبهم من طلعوهم من الشاق وبالقوه الجويه ابوهم وعائله منظمه على مقانون دوله ومحتفظين بهويتهم الوطنيه الوطنية ما خلت على حالنا حال لا بيت لا غراض لا أولاد لا رجل وكل شيء ماكو. وبقيت أنا هسه بالخرابة قاعدة يرجون يعطوني حقوق من أخويا حامد. ثلاث أخوة راحوا وغزر الغادرين وتطبيق ومقارنة ومحضر تحقيق ماكو. قابلت بها الوزير الداخلية وهم الداخلية انتو دا تشوفون الراجعين للشرطة قاعدين يسوون وعدهم جرائم منظمة هم نفس الشرطة. الكتل أخويا حاكم مرزوق مفوض بشرطة الحسين بكربلاء
ويا تبع ايرانيه ولا سيد كاظم. هذا بالقديم، القديم احسن بالجديد. ام محمد، ام محمد، يعني بالنسبه للاتهامات، يعني انت ذكرتي اشخاص الرد لهم مكفول، لكن انا اريد اسال سؤال على مود نفهم قضيه، لانه هسه هوايه صارت علي. انت قلتي راحوا اهلي ايه كلهم وولد اثنين غرقا. ايه مؤامره. انا بس اريد اسال سؤال، زين انت ليش بخرابه؟ قاعده بخرابه، كل حقوق ماكو. اريد اجر بيت ما عندي، اريد اروح للناس ما اعرف اقعد ويا احد. انا هذا المجتمع اللي انت تشوفه ما اعرف اقعد وياه واحكي وياه واسولف وياه. انا نطاق عسكري استخبارات الجيش العراقي نقليات القوة الجوية، عمري 15 سنة تزوجت واخذت قراري. زين ام محمد، ولا امر علي، زين بيتكم وين؟ يعني ليش انت بخرابه؟ هذا السؤال. شوف احنا عائلتنا بها انشقاق، خواتي مو مثلي قاعدات وحدهن بغير دارهم وانا بغير دارهم. انا قانون ودوله وعلم. نعم. وعندي قرار، عندي قرار 111 1969، قرار عقوبات البغدادي، وعندي قرارات هيئه الامم المتحده على جرائم القتل وسرقه عقارات الدوله. ملوكنا كله انباع، كله راح، غراض باقت، بناتي راحل، سلوك من حرف البيت كله راح. انا ظلت قاعده وحدي بخرابه. نعم. كلها جراديه وحشرات، وسويت معامله بناء من صندوق الزكاه بكربله، وقع لي بيها الشيخ عبد المهدي وما حد لبى النداء وما حد يريدنا وما حد يحبنا ويكرهونا، يموتون من عندنا، لان عندنا وطنيه، وطنيتنا قويه، ولان احنا اعلاميين نحكي احنا، لا نسكت، ما نعرف نسكت. نعم. الحق نعم. حق والباطل باطل. نعم. قانون وعلم يقودنا، وهذا كله ماكو. نعم بارك الله بك ام محمد، وشكرا جزيلا لك. ارجع الى موضوع الحلقه، يعني قضيه ام محمد، اكو هواي ناس مثل ام محمد اللي عايش بخرابه، واللي عايش بهيكل، واللي عايش بمدرسه، واللي عايش بخيمه، واللي عايش بحديقه، واللي عايش برا ديرته، نتيجه انه اكو اهمال الى قضيته، او اكو اهمال الى حقوق ولدهم، واكو اهمال الى حقوق اهلهم، واكو اهمال الى حقوق ابهاتهم. قضية أم محمد هي قضية متكررة بالعراق. المشكلة اليوم العراق بهواية قضايا. اليوم بالعراق يعني اللي يريد يشتغل لازم يبدي بالعراق من الصفر، لأنه من أتى لاحتلال البلد ما غير نظام واحتل البلد ومشاه صح مثل ما يقولون. أكو هواية بلدان أيام الاستعمارات قبل انبنت وراء الاستعمار، ومن طلعوا المستعمرين وحرروها بقت شواهد على الأبنية اللي بنوها المستعمرين، لأنه كانوا يفكرون أنه يتركون أثر طيب من الناس لما يطلعون، لأن يعرفون نفسهم أنهم احتلوا بلد. لكن الاحتلال اللي إجا احتلنا، إن كان أمريكي وإن كان بريطاني وإن كان إيراني، أولا هو حاقد على البلد بحيث أنه هو دمر كل ما موجود بالبلد، دمر التأخي يعني اللحمة الوطنية، الوحدة الوطنية دمرها، لأنه إحنا كعراقيين ما كنا نعرف قضية سنة وشيعة وكرد وعرب وتركمان وصابي أو يزيديين ومندائين، وصدقوني 3/4 الشعب العراقي نص هاي الأسماء ما يعرفها، وما كان يعرف أنه أكو ناس بالعراق هم طوائف، ما كان يفكر بهذا الشيء. الشغلة الوحيدة اللي كنا نعرفها أيام المدرسة وإحنا صغار، لما نطالب يطلع من المدرسة بدرس الدين نعرف هذا صبي، وما كنا نعرف ليش. وأكو بيهم كان لا يبقى مداوم. مهم، دمروا البلد لدرجة أنه تمطر الدنيا يفيض، أكو مخلفات حربية، سرطانات، أكو شوارع تصير طين، شوارع مثل ما شفتوا بواحد من الفيديوهات ماطرة الدنيا خاسفة، الزفت اللي بيه بعي صاير نقر، يعني طب السيارة ما تطلع، جسور توقع. وأكو فيديو نشر على شاشة الرافدين لطلاب مدارس ابتدائية دي عبرون نهر في إحدى المحافظات العراقية، الجسر واقع وباقية تيغة صغيرة هيك مسافتها،
يتشلبهون على السياج ويمشي صفح ويا السياج، يعني هو رب العالمين. إذا وقع السياج أخذوا ياه للنهر جوا. سدود العراق مهددة اليوم بأنه توقع. أنهر العراق مهددة بالجفاف. ميزانيات العراق مو مهددة، لا جفت انهبت. خيرات العراق ما حد يعرف بها وين صارت. صناعة العراقية ما أجي أقول لك مهددة أنه الصناعة العراقية أنه تتعب أو 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 تقل أو أو المنتج المحلي راح يكون قليل، لا. الصناعة العراقية ميتة اليوم، ما عندنا صناعة. شيعوها بال2003، فاليوم اللي يريد يبني لازم يبدي بلد من جديد، لأنه الاحتلال إجا على بلد عمره ما يقرب 100 سنة دمره سواه صفر. عبد الرزاق من بابل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. استاذ، بالنسبة للفيضانات وهذه السيول، هذا عندنا احنا حكومة فعلا يعني حريصة على ممتلكات البلد، تهم تحافظ على هاي الثروة. نعم. هاي الثروة يعني تهدر بقية البلدان، يحافظون على الخزين هذا، مو يعني تهدر يعيش على الخالي بلاش. لكن احنا للاسف الشديد ما عندنا الناس اللي حريصه على ممتلكات البلد، يعني تعرف انت بالصيف يعني تصير عندنا الشحه مال المياه، فالمفروض خلال الفتره هذه وخلال موسم الشتاء فصل الشتاء المفروض اكو سدود للمياه مالتنا ترمي بال. بس اخ عبد الرزاق، المشكله بالعراق اليوم مو بالسدود، المشكله بالعراق هي بشبكه الصرف الصحي، يعني اقصد المجاري. عذرا، المفروض لما تمطر الدنيا اكو شبكه تتفرغ بها المي وتذهب الى الانهر الى الاحواض الى السدود. انت شبكه الصرف الصحي بالعراق اليوم صفر، مبنيه بال80s وما مسوي عليها صيانه، فلما تمطر الدنيا تفيض المدن. شوف، هي الكارثه الاكبر يا استاذ. نعم. اللي هو حياه الانسان، يعني انت شايف لك بلد يرمي الفضلات مال الصرف الصحي بالانهار، يعني هاي جريمه، هاي جريمه. المفروض اذا عندنا ناس يتبون سمعه بلدهم، يتبون صحه الانسان، هاي الامراض الخبيثه اللي كثرت بالبلد هي هذه، لانه ماكو اهتمام استاذ قبل، ماكو اهتمام بارواح العراقيين. نعم. يعني كل شيء صار عبثي، يعني ماكو اهتمام. والا يعني ناس يعني مخلصين لهالبلد هذا، ناس عندهم حرص على هالبلد هذا، ناس عندهم حرص على ارواح المواطنين، وكان هيك يعني هذا الصرف الصحي بالانهار، هاي جريمه هذه. لكنه يقول الله يصلح الحال ويصلح البلاد. تحياتي لك استاذ. شكرا، شكرا لك اخ عبد الرزاق. يعني نرجع يعني الموضوع اللي احنا عايشين به، انه هو العراق في بلاوي كثيره، ومن ضمن هاي البلاوي اللي هي شبكه الصرف الصحي. شبكه الصرف الصحي لمن لا يعرف شنو معنى شبكه الصرف الصحي، هي منظومه المجاري. من المفترض انه في كل مدينه عراقيه اكو منظومه مجاري. من المفترض هاي المنظومه عفوا لما تمطر الدنيا هي اللي تصرف المي بحيث انه ما تشوف المي بالشارع. اكو دول بالعالم هسه قامت يعني تنفذ مشاريع انه مو بس تصرف المي، تنشف الشارع ورا المطر عمينه، بحيث ما يبقى شارع مبلل حتى ما يزحلقن السيارات. بس اليوم اللي دا يصير بالعراق مو ما يبقى شارع مبلل، الشارع دا يوقع اصلا نتيجه المي اللي دا يصير بيه. من الرسائل اللي وصلتني يقول: هل تعرفون لماذا لا تغرق مدينه لندن عند هطول الامطار بغزاره على مدار السنه؟ الجواب: تم بناء نفق ويبلغ طوله 7 كيلومتر، قطره 7 امتار، عمقه 75 متر، بامكان استيعاب 39 مليون طن من مياه الصرف الصحي من ضمنها هطول الامطار، ويلبي احتياجات لندن ل 120 سنه قادمه. لهذا السبب ما تغرق. السلام عليكم، اني
فاطمة من المغرب، عندي ابن ذهب إلى العراق عام 2016 اسمه عادل القسيلي، كان يعيش بالموصل، متزوج من فتاة عراقية، لديه طفل ومنذ ذلك الحين ونحن لا نعلم عنه شيئا، وقد أخبرنا بعض الأشخاص أنه يوجد بأحد السجون العراقية ونريد منكم المساعدة لكي نعثر عليه، رسالة إلى من يستطيع أن يوصلنا إليه. أخوكم جليل أبو مصعب من الوطن العربي من قطر الأحواز العربية وإلى أقطار العروبة كافة، شكرا لكم وأحيي القائمين على قناة الرافدين الأبطال. المالكي هو من أسس للدعارة والملاهي والروليت لكونه الخبير في هذا المجال، لأنه لا يفلح لبناء دولة. بخصوص الأمطار بالعراق، عدنا ببغداد على أساس العاصمة بس هي زبالة عشاك، والله نتمنى يوصل صوتنا. السلام عليكم يا أستاذ أفلكيان، الصهيوني يقصف سوريا والميليشيات الإيرانية والنظام السوري بالليل وبالنهار وهم عمالين أبطال على الشعب العراقي والسوري. أخوكم أحمد من مصر المحلة الكبرى. أستاذ أفل، ألقم بفاجعة جبالة محافظة حلة، إذا أكو قانون في العراق أسوة بقوانين العالم لازم المذنب والرأس المدبر لهذه الفاجعة مع الذين ساعدوا المذنب يجب جلبهم في نفس المنطقة وتكصيبهم وتوزيع لحمهم على سكان المنطقة ليكونوا عبرة للباقين في القوات الأمنية، وشكرا. أخوكم أبو مالك من أمريكا. أبو سمية من الأنبار، أثناء دراستنا في كلية الآداب بالقسم الإنجليزي تناولنا يوما موضوعا عن مدينة يونانية ما قبل الميلاد تحوي مجاري تحت الأرض، تحياتي للحكومة الغارقة في الفساد والأمطار. مشاهدينا الكرام، العراق غارق، غارق بمياه الأمطار وغارق بالفساد الذي ينهب أموال العراق، والعراق أيضا فيه قاتل خفي يهدد أرواح الناس والأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وهو الألغام. لذا أتمنى من الآباء والأمهات أن يوعوا أبنائهم في قضية الألغام وأن ينتبهوا إلى هذه القضية، لأن الحكومة ما دائرة بالها هذا الموضوع مثل ما قال قائم مقام في محافظة البصرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.